هذولا شيخ نايف بس دقيقة. والله يا اخواني انها عجيبة هذه الآية. هذه الآية تجعلنا هذا الكلام يا اخواني يجعلنا نطيع حياء من الله. استحي من الله. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ينادى عليك كده في وسط الأشهاد فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله. الآن تقف بين يدي الله. يجيبون العاصي اللي كان مخربها في الدنيا فيقول له الله يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول له ما سويت، ينكر. الله يقرر بالذنوب وهو ينكر. فالله سبحانه وتعالى يقول له يا عبدي ترى عندي شهود، عندي شهود. فهذا طيب الله ليش يقول له عندي شهود؟ ما بإمكان الله سبحانه وتعالى يرميه في النار على طول بدون ما يسأله؟ لأن الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه. عيسى عليه السلام كان يقول عن قومه لله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقول له الله يا عبدي عندي شهود، في الملائكة شاهدين عليك، في الناس شاهدين عليك، في الأرض اللي كنت تمشي عليها شاهد عليك، الرسول شاهد عليك. فيقول لا يا رب ما أرضى إلا بشهود من نفسي، لا تجيب لي شهود من برا، أرضى شهود من نفسي. فيأمر الله عز وجل الفم إنه إيش يكتم ولا يتكلم، وتبدأ تتكلم اليد، تتكلم الرجل، تتكلم العين، تتكلم الأذنين، تتكلم اللسان، كل الجلد هذا كله جلدك، جلد هذا الإنسان يبدأ يتكلم وهو قاعد يسمع كما قال الله في القرآن الكريم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طبعا هو لما يسمع جلده يتكلم يبدأ يكلم جلده، يقول ليش تشهد علي أمام الله، يقول الجلد ليش تشهد علي، فيقوم الجلد ويرد عليه. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، لم شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله كل شيء. هذا الأول. الثاني هو المؤمن اللي عنده ذنوب، عنده معاصي. كلنا ذاك الرجل ينادى عليه فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله. إذا جاء وقف بين يدي الله، الله يضع عليه كنفه. إيش معنى كنفه؟ الله يستره، يغطيه عن أعين الناس. فيقول يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول يا ربي. يقول له الله عز وجل يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول يا ربي. يبدأ الله يقرر بذنوبه. ومن نوقش الحساب، اللي يناقش الله يناقشه بالحساب، يعني عن ذنوبه من يوم ما ينخلق لين ما يموت فقد عذب. بس مناقشة الحساب، نمت عن صلاة الفجر يوم كذا، سمعت أغنية يوم كذا، سويت العادة السرية يوم كذا، شفت الفيلم يوم كذا، عقيت أمك يوم كذا، يبدأ الله يعد لك ذنوب 30 40 50 سنة. هذه بس المناقشة، هذه عذاب. بس هذه المناقشة عذاب. الله يقرر بالذنوب وهو يقول إيه يا ربي، يعترف حتى يظن هذا الإنسان
انه خلاص هلك وراح يدخل النار. فيقول لها الله: يا عبدي، ها انا قد سترتها عليك في الدنيا، وها انا اليوم اغفرها لك. الصنف الثالث هذولا. شيخ نايف بس دقيقة، والله يا اخواني انها عجيبة هذه الآية. هذه الآية تجعلنا هذا الكلام يا اخواني يجعلنا نطأ حياء من الله. استحي من الله. يا ايها الانسان، يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا إخوان والله في آية لما نقرأها أستحي من الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بالله تخيل يا غالي، لو الله عز وجل يؤاخذنا بكل ذنب فعلناه، ما ترك على ظهرنا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا الحديث اللي الله يوم القيامة يوم يقرر المؤمن بذنوبه ثم يقول: يا عبدي، ها أنا الآن قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا اليوم أغفر لك. في أحد ما يتمنى الله يستر في الدنيا ويوم القيامة الله يغفر له؟ كلنا ذاك الرجل. تدرون أنا لما نسمع هذا الحديث أحزن على مين؟ تدرون أحزن على مين؟ أحزن على اللي الله ساتره، هو يعصي الله والله ساتره ويجي في السناب شات. الآن احنا في شكشكة ودور هو يرقص. الآن أنا أشوف فيلم، الفيلم هذا حلو، ينزل في السناب شات. يا مسكين الله ساترك، الله ساترك، تفضح نفسك في الدنيا قبل الآخرة. قولي يفضح نفسه، وهو قاعد يفضح نفسه في الدنيا قبل الآخرة، قاعد تنزل في السناب وتتفاخر إنك تعصي الله. إن الله يملي للظالم، يعني يعطيه له زي ما نقول يعطيه على جوه ويمهله. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. شيخ نايف في آية في سورة الأنعام خوفني كثير، الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به. تعرف ايش معنى نسوا؟ فلما اعرضوا عما ذكروا به. يقول ابن عباس: ذكر بالصلاه فلم يتذكر، ذكر بالذنوب ولم يتذكر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تعرف ايش معنى مبلسون؟ يقول السدي: يائسون من كل خير. أخذناهم ايش؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.